فإذا أدركتم أن هذا جهد بُذِل لأجل حديث واحد فاقدروا الجهد الذي بُذِل في جملة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعاً. هذه المئات بل هذه الألوف من الأحاديث التي وصلتنا وقد تكلم الناس على طرقها وأسانيدها وبيّنوا عللها وصنّفوها وبوّبوها حتى جاءتك. صحيح البخاري لا تتعنى له شيئاً إلا أن تمد يدك فتأخذه، وصحيح مسلم تمد اليد الأخرى، وسنن أبي داود يأتيك وأنت جالس حتى يوضع في حجرك. لا تتململ لألوف الأحاديث، والناس كانت تجوب الأرض وتقطعها شمالاً لجنوب وشرقاً لغرب لحديث واحد. نسأل الله سبحانه أن يجزيهم أوفر الجزاء وأسبغه وأوفاه. لما كان هذا صنيعهم بلغ العلم تلك المبالغ السامقة الشامخة الراقية العالية، فلما بهتت وبردت هذه الهمم فينا صار العلم ما تعهدون وما تسمعون وما تنظرون، ولما انتقلت هذه الهمم إلى غيرنا صار العلم ما ترون عندهم، ونزعم أننا أبناء أولئك وأنهم أسلافنا. يعني ما والله سبحان الله كأنك تقارن بين حي وميت، الذي نحن فيه موات، حال أموات، والذي كانوا فيه شيء من العجب التوقد، يرون أن هذه خطى تكتب لهم حسنات. فيكون العلم، ترى العالم يكون محدثا وفقيا ومفسرا وعالم رياضيات وعالم كذا وعالم كذا، يرى أن كل ذلك يزدلف به إلى ربه فيبذل ما بذل، لا ينام الرجل، لا ينام، الناس لا تنام، الناس لا تأكل. إخواني، قال أول ما ابيض وجه باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب. لا تظنوا أن عندما يروي مسلم في صحيحه قول يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا تظنوا أنه عندما يقال مالك وأبو حنيفة وفلان 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 أنهم أخذوا ذلك بالشيء، لا لا والله، أنضوا جسومهم وأهزلوا رواحلهم، بل وبلغ بهم الأمر إلى أن نقضوا سقوف بيوتهم فباعوها، ثم كان ما كان. أسأل الله سبحانه أن يسلك بنا مسالكهم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.